إذا كان سوء الخلق والسب الفاحش والطعن بعرضي وشرف النبي المصطفى وآله عليه الصلاة والسلام لا يعمق ولا يرسخ إيمان وعقيدة أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني لا يرسخ العقيدة عند الشيعة، ولا يهدي الآخرين لمذهب الحق، ولا يردع الآخرين بل يزيد الآخرين بالسب والطعن واللعن علينا. إذن نقول لماذا يقوم هذا البعض، مرجعيات، مرجعية مشهورة، مرجعية السب والفحش، لماذا تقوم هذه المرجعية، هذه المرجعية لماذا تقوم بهذا الفعل الشنيع القبيح ويلزمون الآخرين القيام به، لماذا يقولون؟ نقول والجواب، وقد صدر الجواب، ليس مني الجواب، كما بينا قبل قليل قرأنا الروايات، كل الكلام، كل الألفاظ التي تلفظنا بها قبل قليل هي كانت من الألفاظ والمعاني التي وردت في الروايات. الجواب نقول وقد صدر الجواب مسبقا من الشارع المقدس وكذلك من واقع الحال الذي لا يخفى على كل إنسان متابع منصف. ومضمون الجواب أن هؤلاء الرموز والعناوين الدينية تستأكل الناس، أي ترتزق مرتزقة، تستأكل الناس، هذه الرواية تقول تستأكل الناس، فتسرق أموالهم فتملأ بها الجيوب والبطون والبنوك، وتكثر بها الأسهم والأملاك والفضائيات، وتكسب بها السمعة والواجهة والمنصب.